أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نبداو الحصة ديال اليوم في مادة القرآن الكريم بتصحيح تمرين اللي كنت كلفتكم به باش نزلتوه في الحلقة الفايتة، ونتمنى أنكم تكونوا كلكم درتوا هذا التمرين. والآن لاحظوا معايا التمرين على الشاشة. كان مطلوب منكم في هذا التمرين هو أنكم تدربوا على كتابة هاد جوج كلمات. عندنا الكلمة الأولى اللي هي التكاثر، والكلمة الثانية اللي هي زرتم. ودابا غادي نبداو بالكلمة الأولى اللي هي التكاثر. لاحظوا معايا مزيان كيفاش كنكتبوها على هاد الحروف الباهتة. التكاثر، أعودها. التكاثر. مزيان، نشوفوها كيفاش كتكتب مرة ثانية. التكاثر، أعودوها مرة ثانية. التكاثر. مزيان، ودابا ننتقلوا للكلمة الثانية اللي هي زرتم. لاحظوا معايا كيفاش كنكتبوها. زرتم، زرتم، عودوها. زرتم. عودوها مرة أخرى. زرتم. مزيان، زرتم، أعيدوا. زرتم. مزيان، الآن من بعد ما صححنا هذا التمرين غادي نعاودوا نستمعوا لقراءة مباركة جديدة لسورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. الآن من بعد ما استمعنا لهذه القراءة المباركة ديال سورة التكاثر غادي نحاول نقلبوا فيها الآن على حرف الراء وحرف الزاي اللي درستوهم في مادة القراءة والكتابة. باقي عاقين عليهم؟ نعم. حرف الراء وحرف الزاي راه كيتشابهوا بيناتهم، الفرق بيناتهم فقط في هذيك النقطه اللي كاينه فوق حرف الزاي. ولكن دابا غادي نشوفوا الكلمات اللي فيها حرف الراء في صوره التكاثر. لاحظوا معايا مزيان الصوره على الشاشه، كتلاحظوها مزيان. اذا شحال عندنا ديال الكلمات اللي فيهم حرف الراء واللي هي ملونه باللون الاحمر؟ تفضلي حليمه. عندنا خمسة. مزيان، عندنا خمسة ديال الكلمات. واش يمكن لك تقرا لنا هاد الراء اللي كاينة في هاد الكلمة؟ رو. مزيان، إذا والكلمة كاملة هي التكاثر. التكاثر، عودوها. التكاثر. أعيد مرة ثانية. التكاثر. مزيان، ودابا شكون يمكن لك تقرا لنا الحرف اللي كاين في هاد الكلمة؟ حرف الراء اللي كاين في هاد الكلمة كما كتلاحظوها الآن على الشاشة. تفضلي أمينة، عفوا تفضلي فاطمة. الراء. مزيان، والكلمة كاملة هي زرتم. زرتم، عودوها. زرتم. عودوها مرة أخرى. زرتم. مزيان، ودابا نشوفوا هذه الكلمة. شكون يمكن ليه يقرأ لنا حرف الراء اللي كاين في هذه الكلمة؟ تفضلي أمينة. راء. مزيان، والكلمة كاملة هي المقابر. المقابر، عودوها. المقابر. عودوها مرة أخرى. المقابر. مزيان، والآن من بعد ما شفنا الكلمات اللي فيها حرف الراء غادي نشوفوا الآن الكلمات اللي فيها حرف الزاي في صورة التكاثر. لاحظوا معايا الصورة على الشاشة. إذن شحال عندنا ديال الكلمات اللي فيها حرف الزاي واللي هي ملونة باللون الأحمر؟ تفضلي حليمة. وحدة. مزيان، عندنا وحدة. واش يمكن لي تقرا لنا هذا الزاي اللي كان في هذه الكلمة؟ زو. أحسنتي، والكلمة كاملة هي زرتم، عودوها. زرتم. أعيد مرة ثانية. زرتم. مازيان، وقبل ما ننهيو هذه الحلقة غادي نطلب منكم تنجزوا هذا التمرين اللي موجود في الحلقة 49 ديال مادة القرآن الكريم. والآن لاحظوا معايا التمرين على الشاشة، والمطلوب منكم في هذا التمرين هو أنكم تربطوا بين كل كلمة والحرف اللي كيناسبها. عندنا مجموعة من الكلمات ومجموعة من الحروف، وغادي تربطوا كل كلمة بالحرف اللي فيها. غادي نعطيكم واحد مثال باش تزيدوا تفهموا مزيان شنو هو المطلوب منكم. غادي نربطوا هذه الكلمة الأولى اللي هي التكاثر بالحرف اللي كيناسبها اللي هي ثو. وانتم في ديوركم وكذلك أنتم مشاهدينا غادي تحاولوا تكملوا هذه الكلمات. والكلمات اللي بقات لنا هي زرتم، تعلمون، لترون. والحروف اللي بقاو لنا عندنا حرف تا في بداية الكلمة، حرف تو في بداية الكلمة،
وحرف تاء في وسط الكلمة، وغادي تحاولوا تربطوا كل كلمة بهذا الحرف اللي كيناسبها. وهكذا أخواتي إخواني وصلنا لنهاية الحصة ديال مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة، ودابا غادي نخليكم مع مادة الحساب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.